مخطط، هو جاي مخطط غير شدها طفالي هاد التليفون ديالها قتلها نهار ثلاث من نهار ثلاث 15 يوم دابا وجاي 15 يوم مو غتشوفوا ولدها مقموش مرتو غتشوف ولدها مقموش سامعه الخبر بان البنت مخطوفه 15 يوم وكتقول عارفه بانها كانت تهضر مع ولده ولا كانت عارفه تهضر مع ولده وسامعه البنت مخطوفه وبنهم مقموش غتعرفي انها قتل ولدها البنت غتعرفوا انه قاتل البنت هي مو ومرتو وباه كلهم مشاركين بالجريمه كلهم عندهم علاقه بهذه الجريمه كلهم خاصهم يتحل هذا الشيء خاصو يبان كلهم خاصهم يتعاقبوا خاصو يموت بنفس الطريقه اللي مات بها لبنى حتى هو خاصو يطرم في البير عامر ما البير خارق شوف البير غتمرض البير خارق خرمه فيه قتلتيها علاش راميها في البير خلي البنت حسبي الله ونعم الوكيل خويا كنطالبوا اقصى العقوبات لهذا الوحش هذا هذا الوحش اللي رزانا في هذه الشابه الجميله الايه من الجمال اي واحد يتمناها ماشي غير واحد مجوز اللي يدير لها هذه الحاله هذه بالنسبه لهذيك السيده اللي كتقول لها راه انا مرتو اللي كتقول لك هذه السيده راه كتجي عنده في القصر الصناعي وكتضعف في التليفون ولو نقول له كاع كانت معاه نقول له نفرض شحال من حاجه ما يديرش لها هذه الحاله هذه وقشلها بهذيك البشاعه بهذيك البشاعه اللي دار ليها مسكينة بغات تدافع على نفسها بغات تدافع على الشرف ديالها يتما في حياتها ويتما في عائلتها الله ياخذ فيه الحق الام ديالو اللي كتقول لك بغات تصايب عنده غير بياسه ديال الطوموبيل اللي كطلع الجاج وجبطه عائلتنا كامله في لافيراي الاب ديالها في لافيراي خوانا في لافيراي سيدنا في لافيراي راجلي في لافيراي علاش ما مشاتش عند الناس كاملين خلاتهم كاملين خلات لافيراي كامل مشات غير عند داك الوحش هو اللي مشات عنده باش يصايب لها بياسه صغيره ها مستحيل ما يبقاوش يكذبوا على بنات الناس حتى هما عندهم البنات حتى هما غادي يعيشوا نفس الصدمه اللي عشنا فيها حنايا الله ياخذ فيهم الحق يعذبوها في حياتها يتما في شبابها باش يدير لها هذيك الحاله وهذيك البشاعه ديال الصوره خويا ما تقدرش تشوفها لا حول ولا قوه الا بالله بالنسبه للناس اللي كتقول لك راه حامله الدريه خرجت تقرير ديال الطب الشرعي بانها باقا بنت وما عمرها قاصه شي واحد هذيك غير من مسكينه لاحها في البير وداك البير مع فيه الماء مسكينه الدريه تنفخات من كثره الماء من كثره الشرب الماء الوجه ديالها لا حول ولا قوه الا بالله العينين ديالها خرجوا حاشاك دودات حنازت واحد الحاله اش نقول لك لا يرثى لها الله ياخذ فيه الحق هذا الوحش هذا الله ياخذ فيه الحق وكنتمنى كيما دار ليها كيما قتلها يتقتل تا هو وتلاح في البير كيما ضربها العنقه كيما ضربها بحديده الراسه كيما طاقات على ايدها وضربها ايدها تا هو بغات ليه نفس العقوبه ونفس الطريق سخر جيب لينا غير الخبز والمناضه ديك النهاريه مشات للمول الصباح هي والام ديالها والاخت ديالها غير خشه الصغيره اللي عندها 12 عام شاريه لها سبرديله كدير 20000 كيفاش غتقمع في هذا الانسان باش يعطاه هو 100 درهم او يعطاه 6000 ريال اللي هو ما عندوش براسو هو ما عندوش لا يعقل الناس ما تبقاش تكذب ما تبقاش تطيح الباطل على بنات الناس اللي حجاج الانسان راه ميته خاصهم يدعوا لها بالرحمه ما بقاوش طيحوا على الباطل يقولوا الله يرحمها ويقولوا ما عرفتش ما شفناش وما كناش معاهم قالت لك سيدي النهار اللي توفات كانت المراه والزوج ديالهم في الدار هي اللي جات عنده بالطونوبيل بقاش كتبرطط في التليفون هي فاش هبط عندها كي يعقل انا راجلي حدايا وغصوني عليه وحده وغنخليه هبط مستحيل اشنو انا شنو دازا ندير شنو الدور ديالي اخويا انا في الدار من لبس جلابيتي نقول لي خويا تسنى نهبط انا وياك عندها ديك الساعه نفاريها انا وياك قدامي نسمعكم نيش اشنو كتقولوا شنو الحوار اللي غيدور بيناتكم غنخلي راجلي ببروده غيهبط عنده وحده باش يفاريها راه مستحيل الله يعقل هذاك الشيء غير كذوب وتبريرات باش تبرا الراجل ديالها وراه واخا تقول له هو اللي اعترف حيت هو الكره ما مشاش للكوميساريه خويا واعترف ما غاديش يسلق لها خبر وما غادي حتى شي واحد يسلق لها خبر لحيت هذاك المستودع راه مسدود ما كيدخل ليه حتى شي واحد غير دايرين فيه غير البياس 24 ساعه على 24 مسوس مستحيل حتى واحد ما غيسلق لها خبر كانت الله عمرها دار باه كبر معانا صغير انا كبر منه ولكن باش يدير لي هذه الكارثه له وانا باش انا غنهضر على الجيران المنافقين تيقول لك ما عمرها دار هذوك الجيران نعط الله وعالي بواحد واحد عذبها وقال لك ما عمرها دار كمي ما يسكن ما يتحشش منافقين هذا خاصو الاعدام خاصو اقصى العقوبه علاش يدير لها ديك الحاله وبنت من الدار معدم شريكه داير لها باها الطوموبيل وداير لها كل شيء حشومه وعيب خاص الملك يتداخل وخاص السي محمود يتداخل في هاد الشيء
واش بنادم عايش رب فانيده يتكرفس على البنات؟ بنات حينا راه خدامين هنايا، راه عيب وحشومه. وها كيهضر وخا كيهضر غادي يعطوني 20 مليون، وراه ماشي حق هذا. اللي قتل يعطي 20 مليون ولا 30 مليون راه عيب، راه عار هذا، راه تقليد عليهم اليوم الحساب والعقاب. راه عاد الله غادي يتحاسبوا على هادشي كلشي، ما كياخذوش الحق ديال عباد الله، ما كياخذوش. واحد يقتل يعطي الفلوس ويخرج يتهنقر، واحد قتل دريه عاطي على 12 مليون تحكم 6 شهور، والله إلا عيب وحشومه. 23 عام انا وياه ما مفارقينش بزاف، كبرت معانا الشابه وضيعت السيد في حياتها، الله ياخذ فيها الحق. وتنتمناو جلاله الملك ياخذ الحق ديالو، تنتمناو ياخذ، ما يمشيش الدم ديالها ضايع، يقول لك نعطيو الفلوس، يقول لك شي حاجه. حنا ما باغيين حتى حاجه من دوك الناس، باغيين هذا با عنده يشري، هو يشري كل شيء اللي عندهم. ما باغينش حنا الفلوس، باغين حق لوبنا يتاخذ. لوبنا بغينا ياخذوا حقها، بغينا الاعدام لهاد هادشي، بغينا ليه حد ما يبقاش هاد الاجرام. ديك النهار بنت قتلوها في السبيطار، اليوم بنت قتلها على حبيبها 15 يوم وشوه ليها الجثه ديالها، وبعد غدا بنتي، وبعد ما خرجت الطلاقه. بغينا شي حل هادشي، بغينا حد. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي، وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.